الشقق المغلقة هي مشكلة قديمة تستعصي على الحل منذ عشرات السنين، حيث كشفت بيانات تعداد سكان 2017 والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة بلا سكان بنسبة 29.1% من إجمالي عدد الوحدات في مصر، ما يعني أن هناك ثروة عقارية تقدر بمئات المليارات معطلة لا يستفيد منها أحد. هذه المشكلة التي تسببت في أزمة سكن وهمية على مدار عشرات السنوات في مصر، فقد حرم المستأجر من الاستفادة من كثرة المعروض من الشقق وبالتالي انخفاض الأسعار، وحرم المالك من تحقيق الاستفادة المالية من تأجير وحدته في الوقت الذي تسعى الحكومة جاهدة ممثلة في وزارة الإسكان في شق الصحراء وإنشاء مدن جديدة يتخللها آلاف الوحدات السكنية، وهذا الأمر يتطلب ميزانية ضخمة كان من الممكن توفيرها في أغراض أخرى تنعكس على حياة المواطن مثل الصحة أو التعليم. إغلاق ملايين الوحدات السكنية بهذا الشكل يعد استثمار معطل، الوضع الذي فتح باب المطالبات والاقتراحات بسن تشريع عاجل ينظم قطاع الإسكان في مصر ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، وكذلك الحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقاري المصري حفاظاً على ثروة مصر العقارية والتصدي بكل حزم لهذه الظاهرة التي تعد فوضى سكنية وهو ما لمسناه ونعيشه الآن على أرض الواقع. ملف الوحدات السكنية المغلقة سيكون أحد الملفات المهمة والعاجلة في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، فعلى الرغم من أن هذا الملف مفتوح في مجلس النواب منذ بداية دور الانعقاد الثالث في أكتوبر 2017 وتقدم عددا من أعضاء البرلمان بمشروعات قوانين تقضي بفرض ضريبة قدرها 10% من القيمة الإيجارية للوحدة في حالة إغلاقها وعدم الاستفادة منها، إلى أنها لم ترى النور حتى الآن. يأتي ذلك وسط تأكيدات من جانب أعضاء البرلمان بضرورة التعامل مع الشقق المغلقة وإعداد حصر دقيق لها وفقاً لقاعدة بيانات صحيحة حول العدد الفعلي والوقوف على أسباب الغلق تمهيداً للتعامل مع هذه الأزمة. على الجانب الآخر، حذر بعض خبراء القانون والدستور من وجود شبهة غير دستورية تحيط بمقترح فرض ضرائب على الشقق المغلقة، حيث أنه لا يجوز فرض ضريبة على الوحدات التي لم تدر دخلاً، وهذا يعني أن هناك شبهة عدم دستورية تلحق هذه التعديلات في حال خروجها للنور. ولكن يبقى السؤال، كيف يتم الاستفادة من تلك الوحدات السكنية المغلقة والثروات المعطلة في وقت يعاني فيه مجتمع من أزمة سكن؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم.